الشرب الشرب يا بنت. وبعدين هيني هيني، إن الله مع الصابرين. ألف مرة قلت لك ما تحطي الأكل إلا والشرب حده. غلطت يا سيدي ومنك السماح. خلصت؟ روح غسل يديك وعلى فراش عدل. شو هاي؟ المي سخنة. عاد شو أقول إذا الله خلى هالبلاد حامية؟ ما هو لو إنك عبيتيها من أول كان بردت شوية، مش بتتذكر تعبيها لما الواحد يطلبها؟ أكيم الأكل؟ كيمي، الحمد لله. يعني لو تشتري لنا ثلاجة زي العالم والناس. أنا أمي هذول العالم والناس. ضربوا الوليد، هايهم جابوا ثلاجة وصار عندهم قنديشن برضو. الله يا بنت أبو عايد، وصرتي تحكي بالثلاجة والكنديشن. ليش مستكثر في بيتك ثلاجة؟ ثلاجة زي دار أبو الوليد وزي دار أبو الوليد وغيرهم بطعموا حالهم جوز فاضي، عمرهم ما بيصيروا في هالبلد. أنا مش حمار تحط كل تحويجتي في ثلاجة ولا غسالة مشان حضرتك تتباهى وتكون. صار عندنا وآخرتها نطلع لقدامنا ولا ورانا. شغلك مليح ومعاشك زاد. أنا اللي في مخي أكثر من هيك. أنا زلمة معي شهادة، وإيش ما صرت في الوظيفة ما بتوصلنيش للي بدي إياه. إيه؟ وإيش غير الوظيفة؟ إيش أعمل بشوية المصاري اللي معي؟ العقل بيقول لازم تكون شغلة ما بدهاش راس مال كتير، لكن من النوع اللي إذا نجح برمي مصاري كثيرة. الدكاكين الصغيرة تنفعش، تقدرش تنافس المحلات الكبيرة وبتوكل رأس المال. الأكل شغلة كل الناس بتطلبها وما حداش بيستغني عنها، والناس المتغربين هون بيزهكوا ما بيلاكوا إلا الأكل يتسلوا فيه. والعزايم كثيرة، والستات شوي شوي مشغولات في الاستقبالات والزيارات، ومنهن متعلمات ومعلمات ومشغولات. عزايم ومشاغل معناها حاجة زايدة للأكل الجاهز. هي وحدة مسعود، بدك تفتح مطعم؟ هذا بده مصاري الدنيا، وانت شو بدريك في شغل المطاعم والمسالخ؟ الفلسطينية كثار في هالبلد، منهم الغني كثير ومنهم المتوسط ومنهم التعبان، بس كلهم بيقعدوا بيحكوا على البلاد. كلهم محروق كلبهم ومشتاكين، بس ثلاث ارباع الحكي عن اكل البلاد. بطيخ جيني، برتكان طول كرم وكالكيليا، عنب الخليل، و المسخن. اذا بتحب بنزل بكره انا وياك عجبيها
بورجيك الجامعة. في الحقيقة الجامعة كونت لنفسها سمعة طيبة في هالأربع سنوات. السنة بتخرج الفوج الأول، رئيس الجامعة صاحبنا سألني مرة إذا كنت أنت بتحب تشتغل في الجامعة. قلت له وضعه ممتاز في الجامعة الأمريكية، وما أظن أنه في الوقت الحالي يفكر أنه يترك شغله. الدكتور رفض منصب ممتاز باليونسكو بفيينا. أنا ما رضيت العيش في أمريكا عشان أقبل العيش بفيينا. أنا لو بدي أعيش في بلاد الأجانب كان قبلت عرض جامعة برينستون. كان غلط إنك رفضت عرض برينستون. مجرد العمل ببرينستون بيعطي الواحد برستيج علمي. يا ستي لا بدنا برستيج برينستون ولا هارفرد. تسهيلات للبحث والدراسة وامتيازات عمرك ما بتحلم تلاقيها في بلاد العرب. إلا امتياز واحد، إني أكون عربي بين العرب، وإني أربي أولادي تربية والثقافة العربية. أنت بتفكر إنه كل الناس اللي عايشين في بلاد العرب بيربوا أولادهم على الثقافة العربية؟ أي في ناس بتفرقش عيشتهم عن عيشة الأمريكان. أنا بحكي عن نفسي ما بحكي عن غيري. أنا عارف إنه بلادنا مليانة مشاكل، مشاكل تخلف وإدارة وغيره، لكن هاي بالذات لازم تجددنا لوطننا إذا كنا بنعرف معنى الالتزام والمسؤولية. كثير من العرب بيطلعوا برا وبصيروا يحطوا شروط على بلادهم وبيسألوا شو بيطلع لنا من بلادنا. قليل منهم اللي بيسأل شو بيطلع لبلادنا منها. أنا مع علي، بدناش لا أوروبا ولا أمريكا. إحنا ما صدقنا على الله وتصيروا قريبين منا. حتى بيروت شايفينها بعيدة عنا شوي، كيف بلاد الأجانب؟ بعدين بلاد العرب رح يصير فيها تطور سريع، والشاطر اللي بتطلع لقدام وبيأسس نفسه في الوقت المناسب. على كل حال أنا بكرة نازل على طول كرم، وبعد ما أرجع منشوف إن شاء الله. ورح تنام بطول كرم؟ طبعا. وسلمى رح تنزل معك؟ طيب انا معناها خلو مها عندي بلا انتيتا. بدل ما يلفي اول ما يلفي على امه واهله يروح على دار نسيبه، انو اولى؟ ما هي عمان في طريقه يا امه. هذا خراف فاضي، مرته حجمت عليه، اتلاكي مسح يجيبها علينا. تعالي يا روح قلبي،
يا غالية يا بنت الغالي أحبك. بنتش تمسحي خدك من ورا ستك يا كليلة لصل. فوتوا فوتوا الهوا بارد. ولا محمود اركض خبر أبوك كادر كادر. والله إذا بتروح لهناك هم عم يأكلوا لأكسر لك إيديك، بس يخلصوا أكل تاكل تخزيناش. ليش عاد هم أحسن منا؟ أنتي سكرت أمك، وإحنا كمان رح يصير عنا دكتور لمن أخوي صلاح يتخرج. ومن أين تصرنا إحنا وهم؟ وإذا الله وفق رشدي بيصير مهندس إن شاء الله. مش جايبين لنا إشي معهم، ما فتحوش الشنطة. صحيح الجنور، ولكن بكفيش إنه عمك بيساعد في تعليم أخوك. ما هو عمي غني، يعني كتيرة إذا اشترالنا طقم كنبايات. شو رأيك أسمع تسميع؟ وكيف بدك تسمعي تسميع؟ في ألف طريقة. عمك شايف إذا بده يشتري بيشتري. أنا بدي راديو ترانزستور إلي لحالي، بعمل حالي أنا ومحمود نتقاتل على فتح الراديو القديم، بسمع صوتي من جوا الأوضة. أنا بدي راديو صغير لحالي. وإنتي شو ضللك هون؟ قريب رح تتجوزي وتسافري مع جوزك وبتجيبي اللي بدك إياه. يلا يما، يلا يا حبيبتي. اسلموا ايديك يا يما. بس ما قلتي لي وين الباكين؟ هل كنت والباكين؟ اخوك ابو صالح طلع على الدكان يضبضبها على البتشير قبل ما تولف الناس علينا. الله يوفقه وسهل امره يا الله. يلا يا حبيبتي كربي. يلا يا ستي. بسم الله. يلا. شو بدك يا حبيبتي؟ اذا في صحن. لا لا تقوميش انتي، بس دليني وين وانا بروح اجيبه. لا يا حبيبتي انا بجيب لك اياه. تفضل. شكرا. ايه هدول مش ماكلين اشي؟ هيك الكبار اكلهم نازك مش زي ابنك. شايفه هذا اللي كنت خايفه منه، وانت نازله تقولي خليه ما فيش حد احسن من حد. الحمد لله على سلامتي يا ابو صالح. الله يسلمك يا اهلا وسهلا فيك يا ابو عطيه. يا اختي يا ابو عطيه النسوان جوا. تفضلي يا اختي تفضلي. الحمد لله على سلامتك يا اخوي. الحمد لله على سلامتك يا دكتور. الله يسلمك يا خالتي. تفضلي. الله يسلمك يا ابو عطيه. تفضلي تفضلي. تفضلوا تفضلوا يا هلا. وزع الشاي يا صالح. وزع الشاي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا زين هذه بنت الدكتور. يا هلا يا هلا. تعالي تعالي. 18 سنة مرت يا أبو صالح والواحد صار على حفة قبره. الظاهر ملناش نصيب. ربك قادر يغير الحال بين يوم وليلة. والنعم بالله. والنعم بالله يا أخوي. نعم. لكن الله عز وجل ما بيغير حالنا إذا إحنا ما غيرنا الحال. ولا شو رأيك يا دكتور؟ مزبوط مزبوط يا أبو عطيه. بلشن على الله يجيب النصر على دين عبد الناصر. كله يا رب يا رب يا الله. ايد واحدة ما بتسقف يا ابو صالح. ايد الله مع الجماعة وهالزعمة مش راضين يتوحدوا، وكل ما تصالحوا وشفناهم بحبوا علحة بعض بنقول البلاد رجعت. بيرجعوا بتقاتلوا واليهود بتفرجوا. اي انا عارف منين الله بده ينصرنا. الأخير يا أبو عطية بصحش غير الصحيح. طب اسمع اسمع هذا الحكي والخراف للجميع. ولا تموتون. بقى في واحد معلم بيضل يطلع الدكان عندي بياخذ شوية أغراض. عاد كرالي بيت شعر قديم والله مش حافظه، بس معناه إيش البيت؟ إنه اللي حرر فلسطين أيام الصليبيين بقى اسمه ناصر، يعني الناصر صلاح الدين، وانه فلسطين بدها تتحرر مره ثانيه على ايد واحد برضه اسمه ناصر ان شاء الله. بلشن على الله هالثاني يجون عبد الناصر ان شاء الله. يا دكتور انت صاحب علم وقراي وشهادات، هالحكي صحيح
يعني إذا كان البيت المقصود هو اللي أنا بعرفه فالصحيح إنه بيحكي عن أحداث وشخصيات أيام الغزو الصليبي وانتهت، يعني ما بيحكي عن أشياء بدها تصير، بس بيسجل أشياء صارت فعلا. الناصر صلاح الدين الأيوبي حرر القدس زي ما كنا بنعرف، بس في ناس كثير ما بيعرفوا إن القدس وقعت في إيد الصليبيين مرة ثانية على زمن الملك الكامل الأيوبي ضمن معاهدة مخزية، يعني تسليم. وبعدين أجا من جديد الناصر داود وكان بيحكم الكرك، وهو أيضا من الأيوبيين. يعني القدس تحررت مرتين، مرة على إيد الناصر صلاح الدين ومرة على إيد الناصر داود. مش قلتي لي اسمها بنتيتش؟ مها. عاد مها هذه لابن عمها محمود. يوه لحينها بيهونها الله. يا اختي ابن العم بنزل بنت عمه عن ظهر الجمل زي ما بكلوها، وبتشبه ان شاء الله بيصير زي عمه الدكتور وزي اخوه صلاح اللي بده يصير حتشي. انا بقول يعني اكلوا فاتحتهم من هسا من شان تشل يعرف انه مها معطيه المحمود، ولما تشبه ان شاء الله ما بسخى حد غريب يجي يطلبها. ولا تاخدي ابن عمتش محمود؟ استحت. شايفين والله انها فاهم الكسد معين بيضة. هسا صار دور الولد، ولا انتوا بدكم تعملوا لي زي بعض الناس اللي بنسمع فيهم بحبوش الخلفة شتير؟ الحق بيدهم، شو بيجيب الخلف غير هم القلب؟ دشرتش من هالخراف. ايش ما بكل الولد حتى لو مكرسح بعمر البيت. اوكي بس كلبتش منام من جهة عطية، بس بضل زلمة ايش ما عمل. بس البنت اللي حملها ثقيل سعلي، انا اللي حامل هم هالبنت. ان شاء الله الله بيرزقها بابن الحلال وبتخلصي من همها. وين هو ابن الحلال؟ صار لنا سنين بنستنى فيه، محروك ابو اهله مش عارف طريق بيتنا. تعرفي الناشي يا مرت اخوه؟ حد من هالناس اللي حواليك ناس ملاحبتهم شغاله، بنت صبحيه مليحه وشاطره بشغل البيت وراكها جاهزه. كان في واحد اتفق نحن وياه وعملنا لها بس بوقت، بعدين اتحوكت الشغله وراحت. يا ابو عايد ولا يهون الاخوان. كان عندنا في القريه الشيخ يقرا من الكتب القديمه ويقص علينا، كان يقول انه اجى في الكتب انه الله عز وجل رايح ينصرنا على اليهود، لا اله الا الله، ونتخلص منهم ان شاء الله. هذا قبل ما نتعرف على اليهود وقبل ما يتجمعوا ويقوا علينا وقبل ما يطرونا من البلاد. انت مش طبيعيه من ساعه ما وصلنا. كيف يعني مش طبيعيه؟ لازم ارقص؟ انت فاهمه قصدي مليح، الناس كلها بتجاملك وانت كيف بدك ياني اجامل؟ لا حكي حكيهم ولا حكيهم حكي، وانا قاعده بسمع هاي بتجوز بنتي لمحمود وهاي بتأمرني اجيب اولاد وهاي بتسب على البنات. يعني عن ايش متوقع يحكوا معك؟ عن نظريه القشطلت؟ وهم مش لازم يتوقعوا مني اني احكي عن هم البنات وسترتهم بالجيزه. لا بس المفروض المثقف يتفهم وضع اللي مش مثقف، مش يزدري. أنا ما بزدري حد، بس لما بشوف وحدة مش عارفة من وين جاية ولا كيف عايشة نازلة بوس بوس في البنت، بتصير المسألة مسألة صحة مش مسألة حد شايف حاله على حد. لازم تفهم المعنى اللي وراه، هذول الناس بيعبروا عن مشاعرهم الصادقة بالطريقة اللي بيعرفوها. بس مش هاي الطريقة الصحيحة، ليش ما نعلمهم الطريقة الصحيحة اللي إحنا بنعرفها؟ بنجرح مشاعرهم بس بنفيدهم وبنفيد حالنا. أنا هيك بفهم دور المثقف، بيغير عادات الناس الغلط. بعدين في 100,000 طريقة وطريقة لتوصيل الفكرة بأساليب غير مباشرة، يعني لو تجيبها هيك بطريقة الحكي عن الأساليب الصحية وكيف إنه الناس لازم تدير بالها. كمان فرصير. بس وطي صوتك بلاش حدا يسمع. بدنا ننام بين الصراصير، يمكن
وبعدين يطلعوا على البنت وهي نايمة. أنا مش طايقة مش طايقة. تتذكر يا سلمى الكلام اللي كانوا يدور بيننا في الجامعة قبل ما نتجوز؟ كنت حريص تماما إن أحطك في الصورة بدون أوهام. تتذكر ردود فعلك الجميلة القوية لما أجيت؟ كنت بالتأكيد متصورة الوضع مسبقا. أنا آسفة بس مش بإيدي، قصدي أنا ما غيرتش أفكاري. أنا بتفهم والله بتفهم، بس أنت كمان لازم تتفهم وضعي. أنا آسفة لأوضاع الناس، بس مش سهل علي كيف إذا فاقت البنت بالليل وخايفة وطلبة تروح على الحمام. مية في المواسير ما في، كهربا ما في. عشان تعرفي إن بنعيش في أكثر من عالم مش في عالم واحد. شو بذينك؟ ترجع من بكرة لعمان؟ أنا ما بمانع إنك تشوف أهلك قد ما بدك، إنك تساعدهم عشان يضبطوا أوضاعهم قد ما بدك، بس أنا ما بقدر أعيش وقت طويل بظروف. هذا مش ممكن مش ممكن. وانت مالك زرمان ولا بشو بخصك الموضوع؟ المسألة مسألة مبدأ، يعني لما الواحد بصير بيكبر على ناسه. تغلطش على عمك يا با. عمي علي هو اللي اعترض في يوم من الأيام على عمي مسعود لما شافه بسمسر على خدامات من المخيم. هسا صار هو بده خدامة؟ اه يا با، بده خدامة تخدم في بيته مش مشان يربح من وراها. في فرق يا صالح. بعدين هو اللي حكم انه يصير في خدمات المخيم. الخدمات يابا موجودة إله ولغيره. بعدين عمك أحسن من غيره، على الأقل عنده أخلاق وكلب وطلع من هالناس وبكدر أحوالهم. ما هو هذا اللي مش داخل مخي، كلنا أولاد هالمخيم، بس يصير واحد خدام للثاني. اللي معه شهادة الدكتوراه مش زي اللي بعرفش يفك الخط. وليش صبحية من دون هالعالم؟ وليش مش صبحية؟ امها قالت لحالها تدبرها على الناس ملاح، وهي اللي حكت، يعني عمك عامل معها معروف. امها امها امها، وهي المسكينة ما حدش سائل عنها. هي يمكن يكون طاير عقلها، شو اللي بدها تخسره؟ هالزريبة اللي عايشة فيها مع امها مش احسن لها تعيش في بيت مليح؟ تخدم فيه، في اشي اهم من اللكمة والفستان. البس بنطلون 20 من بالي بخمس كروش ولا يتصدق علي واحد ببدلة زيك منها ولا راحت موضتها حتى لو كانت قيمتها 50 ليرة. طيب شو رأيك انت؟ الجماعة خلص متفقين وبكرة بدها تسافر معها. انت بدك تحكم على المرأة وبنتها وعلى عمك؟ اذا هنن راضين انت شو دخلك؟ طيب يا اخوي ابو صالح خاطر ضلك اكتب لنا ان شاء الله. انساش خاطرك يا ابو صالح. السلام ان شاء الله. الله معكم. سلمي على عمو حبيب. تعال يا عمو حبيب تعال. الله معكم. يلا تفضل. يلا فوت يا صبحي. بعدين يا محمود. صبحية أمانة عندكم يا أخوي علي. اطمن يا محمود، صبحية في عيوننا. الله معكم. مع السلامة يما. سوق شوي شوي فيهم. حاضر يا ابو صالح. يلا اتكلوا. استنى استنى. انزل يا صبحي انزلي. مالك ولا جنيت؟
والحكاية وصلت. خليهم يتسهلوا يا أخوي. خليها تنزل. انزل يا صبحية. في إشي؟ بدي أتجوزها. هذا اللي كنت أقول عنه، هذه وعاكل ومطيع. اللي عملته يابا شغل مجانين، مش شغل عكال. هيك طمعت المرأة وبنتها وروحت عليهم السفرة. يابا أنا مش ولد حتى أطمع المرأة وبنتها على الفاضي. أنا قصدت اللي قلته. إيش ولا؟ تتجوزها؟ إيش؟ لا أبو ولا أم ولا عم ولا. يابا ما كانش في وقت. يعني إيش؟ أمر واقع؟ بدك تحطنا تحت الأمر الواقع؟ هذا جنيت صحيح. سامعين شو اللي بيقولوا؟ يا حليل صلاح أيام طيشه. أنا بخضعش الأمر الواقع ولا بك. بعض الناس يقولوا شو بطبيعتكم على الإنجليز وما خضعناش. وقفت الثورة وبقيت أنا وحمد بس في الجبال، ما خضعتش. هسا أنت بدك تخضعني؟ يعني أنت معترض على فكرة الجواز من أصلها؟ يابا مش من أصلها. إذا اعتراضك على بنت محمود بالذات. الجواز بيصيرش هيك يا صالح. تحكي إلي أول. أنا ما متش. الله يطول عمرك. بعدين هيني حكيت لك. بعد إيش؟ قلت لك ما كانش. ما كانش إيش؟ بعدين يابا أخوك صلاح ما خلصش. اللي زي بنت محمود بتكلفش جهزتها، والغرفة موجودة، مش رايحين نشتري عليها إشي، ولكمة واحد بالطعم اثنين. خلينا نحسبها الصدقة اللي بنطلعها لأم محمود. إيش هذا يابا؟ بدك تتجوزها صدقة؟ أنا بالفعل راغب فيها. وليش هي عاد من دون كل العالم؟ شايف يابا؟ أنت اعتراضك على الصبحية مش لإشي إلا لأنه صار وضعنا أحسن من وضعهم، مع إننا لسه عايشين في المخيم، ولأنها إمها ترملت وما لقتش حدا يلكاها. بس اتذكر يابا إنهم هم اللي لقطوني لما ضعت في الهجرة، أخذوني زي ابنهم، يعتلوني من مطرح لمطرح. ولو ما لقطوني كان رحت زي ما راح ابن مسالم المجنوني، ولو ما لقوكم بعد ما لقطوني كان هم ربوني، كان هسه حالي وحالهم واحد. يابا انت مجاهد قديم، بعت الدنيا كلها مشان تجاهد، مشان ترضي ربك وضميرك وتعمل لناسك ووطنك. كان ممكن تستشهد، استكثرتش عليهم روحك، هسه بدك تستكثر عليهم نسبك. أهلا وسهلا. رشدي أبو صفية مخيم تركرب. منصور الراشد عجلون. أهلا وسهلا. أهلا فيك. أخيرا تفضل فوز. خلى عنك. لا والله تفضل. والله يا هلا. هلا منصور. هلا بيك. ما بتقدر تتصور كديش كنت أستنى وصولك دقيقة بدقيقة. قول لي كيف الحياة هون؟ قول لي كيف كانت الحياة هون قبل وصولك. امشي يا رجل امشي. اهلا وسهلا. هون قعدت مع عنترة.
قرا لي شعره وحكى لي عن عبلة وعن همومه مع قبيلته. وهون شفت امرؤ القيس تائه بهالصحراء يحاول ملكا او يموت فيعذرا. وهون شفت تقبط شرا حاطت شبريته تحت باطه وطالع يطلب حقه. وعروة ابن الور وغيرهم فجأة صار للمكان معنى. صرت أكتشف فيه أشكال وأجسام وأصوات حية. هذا عبد العظيم، ادخل. ازيكم يا جماعه؟ اهلا عبد العظيم. ازاي الصحه؟ الحمد لله. الله، الدكتور صلاح لسه في البيجامه ولا ايه؟ جرايه يا دكتور، احنا مش هنروح سيدنا الحسين زي ما اتفقنا ولا ايه؟ الدكتور صلاح غاطس في الدراسه، مش عايز يطلع معانا. ودي تيجي برضه يا دكتور، ده انا بقى عازمكم على طبق كشري. انما ايه، قوم يا راجل بلاش كسل. لا معلش، روح انتوا كلوا عنكم وعني، انا ملحوق بالدراسه، ضايل شهرين على امتحانات السنة. احنا كمان زيك. طيب مدام انتوا زيي، ما تقعدوا وتدرسوا زيي. يا اخي انت ما تزهقش بالدراسة ابدا، يعني خليها شوية كده وشوية كده لحسن عقلنا يضرب، ننفس عن نفسنا شوية. ان شاء الله يا اخويا رشد بترجع فلسطين المحتلة وبتتلاقى مع امك وبتعوض كل السنين اللي راحت وتعزمنا هناك منشان نفرح سوا. اخو يا اخويا منصور، لو ترجع فلسطين اجري باجرك، ولو اني شايف لك اياها بعيده. بعيده قد ما احنا بعاد عنها، وبتقرب قد ما نقرب منها. صدقت صدقت. على كل حال انت معزوم على عرسي بعد شهرين. شهرين وثلاث ايام بالتمام والكمال. ايه ايه ايه، هذا انت عددهم كل يوم بعدهم 10 مرات. اسمع، انت اول واحد بعزمه على عرسي، اسحق ما تيجي. ما تخافش علي، أنا من زمان حابب أشوف منطقة طول كرم وجنين. القدس ورام الله بعرفهم كويس، أبوي خدم فيهم. بتذكر منطقة طول كرم جيناها مرة واحدة وأنا صغير، يوميها وقفت ساعة أطلع ورا الحدود، مش مصدق إنه وراها فلسطين المحتلة وإنه ممنوع نخطي فيها. وبتذكر مجلة العربي الكويتية عملت تحقيق مصور عن طول كرم، بتذكر العنوان طول كرم مدينة تنام مع غروب الشمس. صح، بس اسمع، إذا جيت على طول كرم بتعمل لي مسخن. بشرط إنك بعدها تعزمني على منسف أصلي أصلي. وليش بعدها؟ ما أنا صرت مطعميه كون منسف كذا مرة من الجميدات اللي جبتهم معي. اسمع، شغل العزبية هذا مش محسوب. ولا يهمك يا سيدي. أه؟ منسف عندي في عجلون ومسخن عندك في طول كرم. يا اخوان راي عالدور. عالدور انا موصي من اول، وصينا على سجاجات و15 رغيف باسم عبد الله ابو ناصر. ايوه ايوه جاهزين يا ولد، هات طلبيه السيد ابو ناصر من عندك بسرعه. اوعى توسخ لي شرشه في الطاوله في كلامك هاي. اكمل مره قلت لك تحطش ايديك على الكزاز؟ هاي في طبعه هان شايف. أي هو يا بنت الحلال، كم مرة الواحد بينظف في اليوم؟ قول الشبع. يكونوا لحالكو اتوسخوش، ما هو مش انتوا اللي بتنظفوا. هذا مش ضايل غير ننام برا ونتفرج على بيتنا من بريت الشباك. ليش الكعدة على الكنباي؟ وليش الناس بتشتري الكنبايات؟ قوم اقعد جوا في أوضة الكعدة. وليش بقعد هو؟ يعني هي بس للضيوف؟ عسيرة الضيوف، ضربوا الوليد بديش تخششهم داري. ليش لا سمح الله؟
يا زلمة بيجيبوا أولادهم وبقعدوا ينطنطولي. يعني هسا ضربوا الوليد صاروا كخة نوار على حساب ما انت بكيتي عامليتهم مثلك الأعلى جابوا صار عنده. هذيك أيام وهذه أيام. لطيفة انت سمعت المثل اللي بيقول هجين ووكع بسلتين ولا لا؟ الصحيح وكع بصدر مسخن. مش تعبك لحالك كليل ما فرمت لك بصل قبل ما تجيب شغيل عندك؟ اذا كان هيك انت اخدتي تعبك بضعف، هيك مش قادرة ترفعي ايديك من ثقل الذهب. الذهب ذخر للمرة، يعني اذا صار ما صار بتلاقيه. وليش مستعجلة على موتي يا بنت ابو عايد؟ يا خوفي انت اللي مستعجل تخلص مني بعد ما صرت. ها والله ما بكت خاطرة في بالي. روحي روحي هاتي لي شربة المي. هاتي. الله أكبر يا ناس، صار عنده ثلاجة وبعده مترتح لي في شربة هالمية. ما فيش زي شربة المية يا بنت أبو عايد. ظلك كلي بنت أبو عايد بنت أبو عايد، هذا هو اللي شاطر فيه. وأوضح بيان الخارجية السوري أن التهديدات الإسرائيلية المتعاقبة بشن حرب على سوريا ليست إلا تحضيراً جديداً للرأي العام الدولي من أجل تغطية العدوان الصهيوني المقبل وعملاً استفزازياً ضد سوريا. وأكد البيان استعداد الحكومة والشعب لمواجهة أي عدوان. وصرح أن اتفاقات الدفاع العربي المشترك ستوضع موضع التنفيذ، كما أن العدوان سيجابه بحرب تحرير شعبية ستخوضها كل الجماهير العربية. وفيما تتصاعد حدة التوتر والتهديدات، يجري السيد أوثاند السكرتير العام للأمم المتحدة اتصالات على مستوى رفيع مع عدد من زعماء الدول الكبرى ضمن جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تخفيف حدة التوتر. الأمور قاعدة تتطور، فكرك المسألة جد؟ إن شاء الله. إيش اللي معك؟ صحيح هذا قبول من الباكستان للسنة الجاي. مبروك يا باش مهندس. مبروك بس أي هاي الفرصة إلي بس. ولا بدك إياني أطير من الفرح لأني راح أخسر أخ وصديق وأنيس في هالغربة. بكرة بتعين معك واحد أحسن مني وبتنسى أخوك رشدي. أحسن منك؟ وصرح الناطق أن الفريق أول محمد فوزي رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة في الجمهورية العربية المتحدة عقد فور وصوله إلى دمشق عددا من الاجتماعات. ويأتي تحرك قوات الجمهورية العربية المتحدة طبقا للخطة العسكرية الموضوعة لمساندة الجمهورية السورية الشقيقة ضد التهديدات العدوانية الإسرائيلية التي تختلق الأعذار الواهية لشن حرب عدوانية على سوريا الشقيقة. وأكدت الصحيفتان أن القوات المسلحة أصبحت في كامل استعدادها، تدعمها قوات الجيش الشعبي التي احتلت مكانها وفق المخططات الدفاعية. وأكد أن العدوان الإسرائيلي المتوقع لن يجابه بالرد العسكري الحاسم فحسب، وإنما سيكون إذانا ببدء معركة التحرير إلى أن تصبح الأرض العربية محررة في كل مكان.
أعلن أوزن السكرتير العام للأمم المتحدة موافقته على طلب مصر سحب القوات الدولية من الحدود المصرية الإسرائيلية. أعلنت إسرائيل من جهتها أن انسحاب قوات الطوارئ الدولية سيجعل القوات المصرية في مركز تستطيع معه تهديد الملاحة الإسرائيلية عبر مضايق تيران. ومن جهة أخرى تفيد الأنباء الواردة من فلسطين المحتلة أن تحشدات عسكرية وتحركات غير طبيعية بدأت تظهر على الحدود بين سوريا. هنحارب 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 هنحارب. عندي شك الآن. وبنرجع نشوف حيفا وعكا؟ معناته بتترك شغلك بالجامعة الأمريكية؟ على مهلك على مهلك. أنا قلت ما عندي شك إنه الحرب رايحة تقوم، هذا كل اللي قلته. مالك؟ مش متفائل؟ بحاول أقنع نفسي بالتفاؤل، بس بس إيش؟ الحقائق العلمية الموضوعية. هو انت ما بتقدر تنسى عقلك المحاضر الجامعي حتى بمثل هيك وقت؟ في هذا الوقت بالذات اكثر من اي وقت. بتذكر 48 والاوهام قبل ما تبدا الاحداث. شو كنا نحكي في مجالسنا عن اوضاع الوطن العربي وظروفه، انا وانتي وغيرنا، عن التخلف والضعف والتمزق وغيرها. شو اللي غير هذا كله في آخر أسبوع أسبوعين؟ ظروف الحرب وتهديدات إسرائيل. ظروف الحرب في أسبوعين ما بتخلقش أوضاع جديدة على المستوى الثقافي والاجتماعي والسياسي. الحرب هي الامتحان الأخير لمجمل الظروف الموضوعية الداخلية. احنا ما اكتشفناش الآن السياسة التوسعية العدوانية لإسرائيل ولا الأهداف اللي وجدت من أجلها في المنطقة. هدف التحرير ما صنعناه في آخر أسبوعين. السؤال، مدام هذه الحقائق معروفة من عشرات السنين، شو كنا بنعمل طوال هذا الوقت؟ احنا الشعب اللي بيضرب الآن الكل بسيفه، شو بنعرف عن الحرب؟ شو دورنا؟ المهم الآن إنه إسرائيل ما تتراجع وتفوت علينا الفرصة بعد ما شافت القوة العربية. هتروح بلنا فين؟ هي ابتدت وإحنا مش هنوقف. أنت ما سمعتش الرئيس قال إيه؟ أنا بعزمك على أكلة سمك. فين؟ في الهرم؟ لا طبعاً. خلاص يبقى بحيفة إن شاء الله بعد ما ترجع فلسطين. بس مش تهرب مني يا دكتور، إحنا خلاص هنبقى هناك. الله، مالك يا دكتور خليل؟ إيه مش معانا ولا إيه؟ أنت مش مبسوط زينا ولا إيه؟ ده اليوم التاريخي قرب. لا انا مبسوط جدا لاني هشارك في المعركه. تشارك في معركه ازاي بقى الكلام ده؟ مش بقوله في الاذاعات كلها انه الحرب هتكون حرب الجماهير العربيه؟ خلاص بقى، ولا احنا مش من الجماهير العربيه؟ حضرتك بتقلس ولا ايه؟ وده وقته برضه يا دكتور، ولا انت طابور خامس ولا ايه؟ وهذا حمد العربيات من الصلت. يابا من الصلت ليب كلب زي اللبن، بس في الحرب ذيب كاسر. كان شهاب من اشي قلتك نرجع يا ابو صالح ان شاء الله. يلا برايكم بتقوم الحرب قبل ما نقدم التوجيه؟ انت انتبهي لدروسك وبلاش حكي فاضي. طب بنرجع لبلدكم. بلدنا؟ بلدك يا محمود، بلدك وبلدنا يابا، ولا شو بقعدنا في المخيم إلا دار هناك؟ كان يابا كان لنا دار، بس البلد كلها مسحت بعد ما احتلها اليهود. مسحوها يابا وحركوها. طب ولوين بدنا نرجع؟ هو وطن الواحد بس داره يابا. بدنا نرجع يابا، مننام في المغر لحين ما نبني دورنا. بس لو أعرف وين رشدي الله يسهل عليه خبى بارود تبوه. ليش يا ابو صالح؟ ليش؟ ليش الواحد يحمل باروده؟ عال والله تطلع تقاتل اليهود اذا صارت الحرب؟ ليش لا؟
اشتكت والله لريحة البارود. معقول يا با يا حمدان؟ بدنا نرجع لأرضنا يا بوي. برجع لأرضي وعزي ومالي خلاص. حلم ثقيل ثقيل، عمره 19 سنة وبده ينزح. ايه بالك بيعملوها دار اليونس؟ ايش هي؟ ساعة ذكرت يا بي حمدان اني كتبت لهم ورقة بيع بأراضينا اللي في البلاد قبل الهجرة. مسعود الخبيث اقنعني، قال لي وكع وكع وكع، ايش ما يصير يصير، بلاش تروح لليهود ارضنا. ولما صرتوا كلكم برا ليش ما خدتش الورقة منهم؟ هو هذا انت الثاني. ايوه انو اجع باله وراك بعد ما ضاعت البلاد. بالك اروح اسألهم عن الورقة في هالوقت يابا، شو بدهم يقولوا عنا؟ لا تخافش، ايش ما قلنا عنهم الشهادة لله عمرنا ما عرفنا عنهم انهم خانوا ضمائرهم. اعلن في القاهرة بعد ظهر اليوم توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية المتحدة. ستي حبيبي 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 الله يرضى عليك يا حبيبي، الحمد لله على السلامة. اشتقت لك يا ستي. اشتقت لك كثير كثير حبيبي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا رشدي، الحمد لله على السلامة. كيف حالك يا مرت خالي؟ الله يخليك الحمد لله حبيبي. عاد صار هالساعة بيطلع لك تكلها مرت خالي ومرت عمي. تعالي ولدي تعالي سلمي على خطيبتك. شوف 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 كان عامل حالها مستحية وهي كلبها بدي يطير من الفرح. تخجليهاش يا مرت عمي. شو تخجليهاش؟ ما طول عمرهم عايشين مع بعض ببيت واحد، هالساعة بده يصير غريب عليها. لما يكون ابن عمتها اشي ولما يصير خطيبها اشي تاني. كيفك يا عائشة؟ عائشة. طيب عائشة أهلا. الحمد لله على سلامتك يا رشدي. كيفك يا صبحية؟ الحمد لله والله، طول مبارح وإحنا بسيرتك. مين اللي بكى بسيرته؟ أنت وعائشة منتن بتقعدن بالساعات تتوشوشن. بعدين معكي ستي. تردش على ستك. شو قصدك؟ قصدك تقولي انها بتجيبش سيرته وبتسألش عليه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. شو صاير لك يا مرت عمي؟ عمري ما شفتها هيك. بس هذا كله من فرحتها برجعتك، ما في يوم بمر الا وسيرتك على لسانها. يا جماعة الزلمة جاي من سفر وليش موقفينه هالوقفة؟ بتعرف يا رشدي اي مليح انما بنغار من محبتها الك. هاي صلاح ابني متغرب، قديش بتجيبي سيرته؟ صلاح وصالح ومحمود وحسن كلهم على راسي من فوق، بس هذا ربيته على ايدي. يلا يا حبيبي يلا. وليش عديت الاولاد ونسيت البنات؟ شوف شوف بس شافت خطيبها بلشت تتفرعن. يلا يلا فوتوا. تعالوا اقعدوا بحدي يا ستي ولا خلاص صارت خطيبتك مكدمة علي. أبخذ بحد هذا بدك. البنات ما لهمش حساب حتى عين بنات جنسهم. لما الوحدة تلاقي التانية شايف حال شن يا أختي، شايف حال أبوش، شايف حال أخوش، الله يخليلش ابنش. أما أمها وأختها وبنتها هدول على الله. إذا واحدة منهم مريضة ومتزوجة في نفس الوقت بيسألوا عن حال زوجها قبل ما يسألوا عنها. كيف أبو فلان في مرضة مرته؟ إجازي بلا عيشة، هذه اللي بكت قبل شوي مستحية ومعكود لسانها، فلت عليها الخراف مرة واحدة. هذا اللي جايتي من التعليم يا ستي؟ الحق علي اللي توسطت لك مع أبو صالح تتشملي للتوجيه. ما هو ما قبل إلا لما شافني مضربة عن الطعام خاف.
ها خاف عليك. وين عاد رحتي بالخراف اللي قلتي قبل شوي؟ كان ما بسأل عنها إن كانت صحيحة ولا مريضة. لا هادي غلبتك فيها ستك. ولا أنا من وين جايب الذكاء كله؟ أي والله والله لو إني لحكت وقتكم وتعلمت إن كان سكت الناس كلها قدامي. ولا من وين جاي مع استهاب؟ كان بفرق بين ولد وبنت. الله يورينا إياها بالسلام يا رب. والله وإن الله كتب بجوز ما تكون بعيدة. هين بيقول إنه الحرب بدها تقوم. بالك يا رشدي يتشون الله رايد إن أمك تحضر عرسك. بصير عنا ثلث عراس بيوم واحد. رجعت بلادنا ولم شملنا وجيستك يا ستي. سالم